باسكو هنا بديت في لا ميوزيك مودرن، يعني بديت كنت بكري نحب روك اند رول، نحب جيتي اما ان فان دو ديلفيس بريسلي، كنت نحب الفيس بريسلي لي بيتلز كذا، وقلت لازم ندير حاجه اللي تكون عندها علاقه بالتراث تاعنا بالجمهور تاعنا كذا. وانا قسنطيني درت لا شونسون كونستانتينواز، مي شويه فيها تلقى دي بتيت غوتوش تاع روك اند رول تاع لا ميوزيك مودرن تاع كذا. دائما قبل ما تقدم على هذه الخطوه ما خفتش يعني قلت هذه مغامره، يعني انه كما قدرت تنجح كما قدرت تفشل؟ مغامره كبيره، وانا جي دي ما نقولكش دي بروبليم، مي بعض الانتقادات هيزيتاسيون من عند الشيوخ تاع المالوف، باسكو حنا عندنا تعرف قسنطينه ناس عندنا شيوخ محافظين ما يقبلش باش تقيسلو في التراث، التراث عنده سنوات وكذا، مي افيك لو طون بداو يتقبلوا الفكره وبدات عجبتهم. ولا بروف دركا هما الشيوخ عادوا يستعملوا لا ميوزيك مودرن في صح، يعني الهدف كان انه توصلها في هذاك الوقت للجيل الشباب باش ولات كذلك الاغنيه محبوبه، لانه الاغنيه الكلاسيكيه عندها اللي يسمعها، وكذلك الاغنيه العصريه عندها اللي يسمعها. وانت قبل هذا الالبوم اول ظهور ليك من خلال شاشه التلفزيون الجزائري كان من خلال برنامج اكتشافات. اكتشافات هذيك قبل التسعينات، هذيك في لافان دي زاني 80 ولا، عرضوني في ايميسيون كانت ديرها محطه قسنطينه اسمها اكتشافات للمخرج حسن كيتوني اللي يذكر الله يذكره بالخير، وكو جو سالو كو جادمير دايور، انسان مخرج كبير هذاك حسن كيتوني. ايه في هذه الحصة اكتشافات عرضوني أول مرة غنيت أغنية تاع روك اند رول تاني، باسكو مازالك شافي عليها واش غنيت هذاك الوقت؟ إيه أغنية تاع الضحك تقول هي أغنية تاع جيلا وزلوك اللي تعرفوا تاع الفيس باسلي، ودرت لها إيه ودرت لها فوالا هي تقول داك سيبو معزل بهلول طقطق زهدو لو الجنون باع البقرة وزاد الطور وقال نشطح الراكن لولا راك راكن لولا راك راكن لولا راك راكن لولا واخدي البهلول.